الطاقة المجانية وفيديوهاتها البتنجانية. عزيزي المشاهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال والأحوال؟ يا رب تكونوا بخير. بداية صديقي، لأول مرة حضرتك شفتني فأنا اسمي عبد الرؤوف عماد، ودي قناتك عبد الرؤوف 980 على اليوتيوب. فمن فضل حضرتك لايك وشير وكلم حد عنها، لأن محتوانا حقا بيستحق الدعم. حابب أقول لحضرتك القناة عليها أكثر من 1400 فيديو كلها موجودة عشان تقول لحضرتك معلومة ما كمان أفضل وأسرع طريقة ممكن تتواصل بيها معايا بيكون من خلال الكومنتس تحت الفيديوهات. اليوم إن شاء الله رب العالمين هنخرج كهرباء 220 فولت، وكهرباء ال 220 فولت من الهواء ده شيء جميل وشيء وارد جدا حضرتك تولد الكهرباء من طاقة الرياح، ودي موجودة بالفعل. ولكن تعال نشوف الميكانيزم والنظام الاعتمادي بتاعنا النهارده ومدى اعتمادية هذا النظام. هل هذا النظام كفء؟ هل هذا النظام استطيع ان انا اعتمد عليه في اي حمل من الاحمال، ولا مجرد تنوير لمبه كالعاده ممكن اي حد بحجاره يشغل لمبه ونخلص من الحوار ده؟ عندك بعض المشكله. طب تعالى اقول لك المنظومه كده بسرعه. هو القصه كلها النهارده ان احنا الفكره الناس بتستخدم فيها، وفيديو من فيديوهات منتشره كتير على اليوتيوب بيستخدموا البمب او مضخه فلتر المياه. فلتر المياه بيبدأ من 5 مراحل كده، بيبقى موجود فيه بمب او محرك. يا جماعه المحرك ده بيستخدموه بدل ما هو مصمم مراب والناس اللي عاملينه عشان يبمب يضخ الماء داخل الفلتر، لا الناس قال لك لا احنا هنخرجه عن هذا البتاع اللي هو خلق وصنع من اجله، وهنخترع بقى اختراع تاني. احنا عارفين المحرك كده كده تدي له كهرباء يديك حركه، طيب لو اديته حركه يديك كهرباء. فطبعا كالعاده المولد عكس المحرك، ولكن لما باجي استخدم المولد كمولد واقول عليه مولد بيبقى ليه اوبشنز تانيه، بيبقى فيه بعض بيسموها ايه الكرايتيرياز اللي هي المفروض ان انا استخدمها، او المعايير اللي بتخلي المكنه ديت او المعده ديت استخدمها كمولد. زي الامبير مثلا اللي ناتج لازم ابقى ملاحظ. زي مثلا لو انا هستخدم المكنه ديت او المعده ديت كمحرك، فانا بديها كهرباء بطاقه معينه وجهد معين وامبير معين، وبالتالي بحصل على طاقه حركه معينه. على عكس التوليد، لو انا هستخدمه في طاقه الرياح، فظروف التشغيل مثلا ان انا استخدم هذا المحرك كمولد لطاقة رياح، ظروف التوليد مختلفة، السرعات اللي هتبقى عليه مختلفة، وبالتالي الإجهادات اللي هتبقى عليه مختلفة. فإذا هو غير مصمم إن أنا أستخدمه كمولد، فهو كمحرك. كمحرك هيأدي معايا كويس جدا وهتبقى الدنيا زي الفل وهيشتغل بوظيفته. إنما تخرجه، أنت جايب راجل مهندس كهرباء النهاردة وشغلته مهندس مدني، هل هيؤدي؟ لا، نفس القصة. انا النهارده الراجل ده مصنوع عشان يشتغل محرك، وعامل له كل المعايير وكل الظروف، وتخيلت وانا بعمل ديزاين ان هو هيشتغل كمحرك، ففي كذا ممكن يعرضه وممكن كذا يواجهه، فبالتالي عملت دراسه بناء على انه محرك، ما عملتش دراسه بناء على انه مولد، ما عملتش دراسه ان انا مستخدمه مثلا هيشتغل بالديزل او يشتغل بطاقه الرياح او الى اخره. فالناس بتجيب الفلتر بتاع بتجيب مضخه الفلتر بتاع الميه، تمام، وبعدين بتدخله على الانفرتر. هو بيخرج تيار دي سي فبيخش على الانفرتر، الانفرتر يحوله لي لي اي سي، وبعد كده يخش على محول 12012 فيخرج 220 فولت او 270 فولت او 340 فولت او 293 فولت على حسب الحمل، مع العلم ان هو لما يتحمل عليه الجهد اللي عليه ده بيبدا يتغير معاك، وبالتالي الجهود معاك بتتغير. اذا اول نقطة هو بيخرج جهد غير ثابت، فبالتالي لن يتناسب مع احمال معينة اللي هي تتأثر بتغير الجهد. هو ممكن ينفع ينور لك لمبة والدنيا تبقى فلة معاك وهي اللمبة نورت، اللي هي اصلا اللمبه دي يا جماعه احنا اصلا بنستخدم اللمبه دي عشان نتست اصلا في جهد ولا مفيش جهد، لان الريسك في حوار اللمبه او المخاطره باللمبه بيكون بسيط جدا. دي لمبه اولا واخيرا مش هيجرى لها اي حاجه ولا هتتحرق ولا اي حاجه، كل قصتها ان تديها فولت معين تنور معاك اضاءه بسيطه، تديها فولت قوي شويه تنور قوي، فولت قليل قوي تنور، فالاضاءه بتتناسب مع الجهد اللي عليها. طيب لو جيت ازود الحمل على منظومه زي ديت فالاحمال العاليه لن تعمل وهيكون الامبير المنظومه ديت قليل. طيب ممكن لو كبرت المحرك ده بمحرك تاني دي سي مثلا هيشتغل معايا؟ طبعا انا مش موفر له ظروف ان هو يشتغل كمولد، فبالتالي زي بقى الفيديوز المنتشره كتير جدا على يوتيوب، والافكار ديت يا جماعه غير يعني مش هتلاقيها الا على يوتيوب بس. يعني الافكار دي ان انا اوصل لك واولد لك 43 فولت و36 فولت ومش عارف 293 فولت 270 فولت 340 فولت،
انت مش لاقي الافكار دي، يعني مش هتلاقي شركه معينه كده جت وبنت الفكره دي وقالت لك هي ده الفكره دي عبقريه، تعالى بقى نعمل الغيال المولدات الديزل اللي احنا بنجيبها دي وبنشتريها، الغيال من انفرترات الطاقه الشمسيه والانفرترات بتاعه المنازل ديت، وتعالى بقى نستخدم الفكره ديت ونعمل لوحه كده ونولد مين فاضل النظام غير اعتمادي زي ده، او مين فاضل نظام لا يسمن ولا يغني من جوع؟ يعني نظام هتعمله هينور معاك لمبه ساعه اتنين تلاته غير اعتمادي بالمره، نظام ده انا لسه هقول لك دلوقتي على حاجات علميه، نظام ما اقدرش اعتمد عليه من هنا لحد هناك كده، فخلاص ايه بقى فايدتها ان انا اصرف واكلف واعمل حاجه زي كده؟ فخرجت المحرك ده من طور او من حاله ان هو شغال كمحرك لحاله ان انا استخدمته كمولد. طيب منظومة توليد كهرباء، تعال بقى احكي لك القصة. يعني بتتكون من فلتر مية واستخدمه كمولد وانفرتر ومحول باستخدام طاقة الرياح. هل الموضوع ده المحرك ده كفء لهذه المنظومة؟ على الرغم من انه استطاع انارة لمبة والجهد الناتج بيكون متغير بسبب اختلاف سرعة الرياح، وما مدى تحمل هذا المحرك لمثل هذه الفكرة؟ وما مواصفات المولدات المستخدمة في طاقة الرياح؟ وهل يمكن استخدام هذا النظام كنظام اعتمادي؟ دي كلها اسئلة ممكن تيجي في بال حضرتك لأي نظام أصلاً أنت بتشوفه، اسأل نفسك الأسئلة دي. يبقى أنا أصلاً عايز النظام اللي يجي أولد منه كهرباء يكون نظام اعتمادي أقدر أعتمد عليه، أقدر أعتمد عليه يعني مثلاً يعيش معايا سنة واتنين وتلاتة وعشرة وعشرين سنة، ولما يجي أقدر يغير فيه بعض الكومبوننتس ده نتيجة الصيانة أو تهالك، إنما النظام يشتغل لي ساعتين والكلام ده ما ينفعش، غير الأعطال بقى وعايز تصمم وعايز تفكر والكلام ده كله. أنا المقصد إن الناس بتصرف مصاريف رهيبة جدا على موضوع توليد الطاقة ومش بيحطوا جنيه إلا إذا كانوا ضامنين إن هو هيجي ليه مردود كبير جدا جدا بالعكس. تعالى نقيم النظام اللي انا قلت لك عليه ده. هنستخدم البامب بتاعت الفلتر، هنستخدم معاه انفرتر بعده عشان يحول الدي سي لاي سي، هنستخدم بعده محول عشان يرفع الجهد من 12 فولت او ايا كان ل 220 فولت او ايا كان برضه، وهنستخدم معاه الاحمال. هو سؤال مثير للاهتمام ويتطرق الى فكره مبتكره لاستغلال الطاقه المتجدده، هنحاول نجاوب على الاسئله بالتفصيل. تعالى نشوف الايجابيات المحتمله. اول حاجه هنوفر تكلفه. زي ايه؟ قد يكون استخدام محرك فلتر الميه المتوفر لديك حلا اقتصاديا. حل اقتصادي يمشي معاك الحال، خاصه اذا كنت تبحث عن نظام بسيط وصغير الحجم. الحاجه الثانيه التجربه والتعلم، يمكن ان تكون التجربه دي فرصه ممتازه عشان تتعرف على مبادئ توليد الكهرباء. حد كده في معمل في كليه الهندسه، تعالى نعلمك ياض مبادئ توليد الكهرباء من طاقه الرياح وتطوير مهاراتك في المجال ده. طيب السلبيات والتحديات، ايه بقى السلبيات اللي ممكن تواجهك في نظام زي ده؟ اول حاجه كفاءه منخفضه، نظام كفاءته منخفضه، والكفاءه يا جماعه لاي نظام هي بتساوي الاوت بوت على الانبوت، انا باخد ايه من النظام ده على الدخل بتاعي، فالكفاءه لازم تكون عاليه، بيدي نسبه مئويه عاليه 97، ده مفيش كفاءه 100% طبعا، 97 96 95 فوق ال 95%، وفي انظمه كفاءتها كمان يعني المولدات العاديه ديت اللي هي بتاعت ديزل دي ممكن تلاقي كفاءتها بالثمانينات، بالثمانينات تخيل، فما بالك انت نظام اصلا عامله على ايدك هتكون كفاءته بالثمانينات. كفاءه منخفضه، محركات فلتر الميه مصممه خصيصا لتشغيل المضخات وليس لتوليد الكهرباء. يبقى محركات فلتر المياه مصممة خصيصا لتشغيل المضخات وليس لتوليد الكهرباء قد تكون كفاءتها منخفضة عند استخدامها كمولد مما يؤثر على كمية الطاقة الناتجة. حاجة تانية السلبيات اللي ممكن تقابلك، تغير الجهد، زي ما احنا قلنا ان الجهد الناتج من النوع ده من المولدات بيتغير بشكل كبير مع تغير سرعة الرياح، وده بيتطلب انك تستخدم أنظمة تثبت الجهد الخارج ده، أنظمة تحكم معقدة للحفاظ على جودة التيار، وده اللي بيحصل في توربينات الرياح اللي موجودة بطريقة ما. مع اختلاف سرعه الهواء بتختلف سرعه الدوران، وبالتالي انا عايز اقول للمولد انت داير بسرعه 3000 لفه في الدقيقه عشان تديني 50 هرتز، فبالتالي بتغير سرعه الهواء ديت بيحصل ان السرعه مختلفه، فعامل نظام معقد جدا ومكلف جدا، ونظام اسمه نظام الباور كونفرتر بيحقن على المولد علشان يقنع المولد ان الفيض اللي داخله يا فندم بيدور ب 3000 لفه علشان يولد كهرباء 60 هرتز بتوعي.
الحراري. فطبعا تغير الجهد مع سرعه الرياح، فانا هضطر استخدم بسبب تغير الجهد نظام معقد جدا 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 علشان يحافظ على جوده التيار. بعد كده تاكل سريع، قد يتعرض المحرك للتاكل السريع نتيجه الاستخدام المكثف في ظروف مختلفه عن تلك التي صمم من اجلها. انا النهارده بستخدم الفلتر بتاعي ده كل 3 اربع كل يوم مرتين ثلاثه يا عم، علشان املا ازازه ميه واحطها في الثلاجه، ولا املا ازازه ميه عشان اشرب منها والكلام ده. لكن في ظروف مكثفه وظروف عمل مكثفه، في حاله انك هتستخدمه كتربين رياح، في الحاله دي هيكون الظروف عليه عاليه جدا جدا جدا. الظروف لما تكون عاليه عليه جدا جدا هتلاقي بيتاكل بسرعه، اعطاله هتكتر. عارف انا بدرس وانا شغال ان المحرك ده هيشتغل مثلا 3 4 ساعات، مش شغال طول النهار. فانت عندك في مروحه التوربينه الرياح هتلاقي المولد ده او المحرك ده شغال معاك 24 ساعه، الهواء موجود طول النهار او معظم الوقت شغال. فبالتالي لو في جواه اجزاء محتكه هتتاكل بسرعه، لو في جواه اي اجزاء ميكانيكيه او بلي هتلاقيه بيتلف بسرعه، فتكلفه الصيانه بتاعتك هتكون عاليه جدا جدا جدا. السلبيه اللي بعد كده يا سيدي الفاضل هو عدم الاستقرار الميكانيكي. قد لا يكون المحرك قادرا على تحمل الاحمال الميكانيكيه الناتجه عن دوران الشفرات بسرعات متفاوته، مما قد يؤدي الى تلف. طبعا السرعات هتبقى مختلفه على الشفره اللي حضرتك هتستخدمها بطاقه الرياح، فده هيؤدي لتلف المحرك ده سريعا. خلاصه، بينما يمكن استخدام محرك فلتر المياه كمولد في نظام طاقه الرياح، الا انه ليس الحل الامثل. قد يكون مناسبا لتطبيقات بسيطه، نور لمبه، اشحن موبايل وصغيره الحجم، ولكن لا ينصح به الاستخدامات التي تتطلب موثوقية عالية وكفاءة كبيرة. على الرغم من ان انا قلق على جهاز حساس زي الموبايل من حاجة زي ممكن يبوظ لي فلاتة الشحن بتاعت الموبايل ده. تعالى بقى نشوف مواصفات المولدات المستخدمة في طاقة الرياح. بيقول لك المولدات المستخدمة في توربينات الرياح عادة ما تكون مصممة خصيصا لهذا الغرض وتتميز بيه الاتي. اول حاجة كفاءة عالية، كفاءتها بتكون عالية عشان تحول اكبر قدر ممكن من الطاقة الميكانيكية اللي جايلها للطاقة الكهربائية. الحالة التانية او الميزة التانية او المواصفة التانية متانة وقدرة على تحمل الظروف القاسية زي الرياح القوية والاهتزازات. الرياح احيانا بتكون قوية جدا، الفايبريشن عالي جدا في التربين، فبالتالي بحضرتك لازم يكون المولد الموجود عند حضرتك هيتحمل الظروف القاسية دي. قدرة على توليد تيار مستمر او متردد حسب نوع النظام المستخدم. نظام تبريد فعال لازم يكون موجود في المنظومة ديت والتوربينة ديت، سواء كان نظام تبريد عن طريق الزيت او نظام تبريد عن طريق الهواء، وانا لمست هذا الموضوع بيدي. فلازم نظام تبريد فعال. حضرتك هتجيب البمب بتاع الفلتر ده وتحطه، ولا نظام تبريد ولا ما تبريداش، شغال مش هيكمل معاك، هيتحرق بسبب السخونة حتى. طيب، هل هذا النظام نظام اعتمادي يا جماعة؟ لا ينصح باستخدام هذا النظام كنظام اعتمادي لتلبية جميع احتياجاتك الكهربائية لعدة أسباب. أول حاجة إن هو عدم الاستقرار، كما ذكرنا سابقا فإن الجهد الناتج من هذا النظام غير مستقر، مما يجعله غير مناسب لتشغيل الأجهزة الكهربائية الحساسة. كفاءة منخفضة، قد لا يكون النظام قادرا على توليد كمية كافية من الكهرباء لتلبية احتياجاتك. عدم الموثوقية، قد يتعرض النظام للأعطال والتلف بشكل متكرر. بدلا من ذلك يمكنك التفكير في أول حاجة تشتري توربين رياح جاهز. هذه التوربينات مخصصة خصيصا لتوليد الكهرباء بكفاءة عالية وموثوقية. خلاص بقى العملية خربانة معاك ومفيش كهرباء واصلة المكان اللي أنت فيه، يا عم اشتري توربين جاهز، أو استخدم طاقة الشمسية أو أي حاجة من الأنظمة الموثوقة أو ذات الموثوقية العالية. بعد كده الاستعانة بخبراء في مجال الطاقة المتجددة لمساعدتك في تصميم ونصب نظام طاقة الرياح المناسب لموقعك واحتياجاتك. لو أنت عايز تستخدم بقى نظام كده كايه، كدردشه، كتعلم، كقصه زي دي، فانت ممكن بدء بنظام صغير الحجم وبسيط ثم تطوره تدريجيا مع اكتساب الخبره والمعرفه. ده كان كل شيء النهارده. اكون افدت حضرتك معلومه حضرتك استفدت. لايك وشير وفيد الغير. اشوفك على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.